اليوم بدنا نحكي عن ثلاث نساء، هن ثلاث شخصيات بثلاث مسلسلات وقعوا بسبب الحب في مهب الريح. في مهب الريح. جميل. طيب. أجل. تفضل. شوف الحب شو بيعمل بالبنات. أوكي. رح ننتقل إلى المسلسل الأول آسيا. تعود آسيا إلى منزلها تاركة ذاكرتها مع الريح، حيث فقدت طفلها ذات يوم الذي لا يعلم أحد حتى اللحظة إن كان حيا أو ميتا. وبينما يحاول راجي زوجها أن يطلب المساعدة من الطبيبة نادين التي ترفض أي علاج دوائي لتسترد زوجته ذاكرتها، تلتقي آسيا بليلو أو خليل الصديق الصدوق الذي يحضر خصيصا للقائها والترحيب بعودتها بحكم أنه الصديق الأقرب لها وأحب الناس إلى قلبها قبل أن تفقد الذاكرة. دعونا نرى هذا المشهد. آسيا حبيبتي، إزيك يا كراميلا؟ كراميلا؟ وحيد البنبونات، ربنا ما لقيتك ما كنتوش. أمي بتقولي ما حدش بيدخل هنا غير لو كان من العيلة. عيلتك دي كلها مجانين، ما يعرفوكيش. أنا بعرفك، أنا خليل، خليل، ها؟ كانوا فاهمين ان انت مش راجعة. قلت له لا، آسيا هترجع. وبعدين قلت له لو هي بتاعتك هترجع لك، لو ما رجعتش تبقى مش بتاعتك من اصله. قلت لمين؟ لجوزك. ودي اخر حاجه قلتها له، ضايقته قوي. الجامع فضل يجري ورايا في الشارع. طب ليه؟ انت شرير؟ وطلعت عين اهله بعد ما انت اختفيت. أمي بتقول عليك إن أنت مجنون، ده صحيح؟ طبعاً مجنون، مجنون بيكي من وأنت عيلة صغيرة. يا بنت ده أنا اللي خربت لك مخك زي ما كانوا بيقولوا. بيقولوا كمان إن أنا اللي رسمت الحاجات دي. وبيقولوا كمان إن أنا اللي رسمت لوحاتي. الأغبياء الكوليكتورز مع ذلك بيشتروها. احنا يا حبيبتي ما بنرسمش، احنا بنفضفض، احنا بنهزي. وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. في النهايه بيبقى فيه شيء صغير هسهسه ايدينا مش طايلاها، ولو طالتها ايدينا هنستريح. يبقى ما فيش رسم، يبقى ما فيش فن. فاهمه ولا ارجع اخرب لك دماغك بقول لك من الاول؟ ها؟ لا فاهمة يا أستاذ خليل، فاهمة. مين؟ أستاذ مين؟ خليل. أنا دي مش سهلة أوي، أنا ليلو. ماشي يا ليلو. يلي بيعرف جهاد سعد بحس انه الممثل عم يعمل كاركتر جهاد سعد، لانه هو اكثر واحد عنده روح وحب للحياة. ننتقل الى المسلسل الاخر، حيث يفعل الحب المعجزات وان مر ببعض المطبات. فالحب الحقيقي والعلاقات المتينة لابد ان يمر تحت ان تمر تحتها الريح من وقت الى اخر. هذه هي رسالة مسلسل لن اطلب الطلاق. فهنا نرى كيف بدأت نوال تتبع اسلوبا جديدا مع زوجها، ليس لاستعادته فقط ولكن لردم الهوة التي بينهما بعد أن تزوج عليها. نوال بدأت تغير في شخصيتها، فهي تبتعد عن القيام بأعمال المنزل وتركز على الاهتمام بنفسها، والأهم أنها لم تعد تكترث للأشياء التي يحب زوجها ولو كان ظاهريا. مع هذا المشهد. انتي قومي نامي مكانك، قومي. حابة انام هالجهة اليوم. يسلم، وانا ريال ما احب انام الا مكاني، ما اعرف. قومي لو سمحتي مكانك، يلا قومي. وانا ما بيك تنام بالحجرة، اطلع برا. ما اشتهيك، ما ادانيك، ما واطنك، ما احب حتى شم ريحتك بالحجرة، برا. كذي يعني؟ ويا يبلك. يلا منك يلا. الحمد لله والشكر. أنا ماني نايم. أنا اللي ماني نايمة، ما راح أخليك تنام. يا قلك شكو. الله والشكر.
في مسلسل لعبة الموت ما يزال هاجس عاصم يطارد نايا. بعض الحب المشوه يوصل العلاقة إلى مكان مسدود، وهذا ما دفع نايا ذات يوم بالهروب من عاصم إلى كريم. لكن يبدو أن شبح عاصم لن يترك نايا إلا بعد أن تفقد حبها الجديد، وربما هذا ما يحضر له عاصم في الخفاء. في هذا المشهد تعبر نايا عن خوفها من لحظة الفقدان، فقدان الرجل الذي حلمت به طوال حياتها. فهل تخلل حبهما الكبير ريح الماضي؟ دعونا نتابع. ما بقى تحبني ما هيك؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا بحبك وبخاف عليك، ما اقدرش استغنى عنك، بس انت لان المصاره تبعديني عنك، كل ما بقرب لك بتبعدي. تقدري تقولي لي ليه دايما بتدوري على كل حاجه تضايقك وتضايقني؟ بعتذر حبيبي، بوعدك اني ما بقى رح ضايقك ابدا، بس انت وعدني انك ما بقى تبعد عني وتضلك حدي قد ما بتقدر. انا اليوم لاني ما سمعت صوتك حسيت حالي ضايعه. نايا، احنا نجيب ماما فورا ونتجوز. تجوز؟ كفايه لحد هنا بقى، لازم نعيش مع بعض ببيت واحد، بيتنا يا نايا، بيتنا، وخلي ماما كمان تعيش معانا، ولا انت ليكي راي تاني؟ بتحبني؟ بعشقك. ثلاث نساء في مهب الريح بسبب الحب، بعد ثلاث أيام رح نعرف شو رح يصير بالأخير مع كل وحدة منهم. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة تحت الضوء، حيث نتناول الأعمال الرمضانية واحدا تلو الآخر. لكن اليوم سوف نتحدث عن دراما النجوم الكبار لعام 2013. أولا دعوني أنتقل إلى ضيفي من لبنان الإعلامي والناقد الفني جمال فياض. مساء الخير. مساء الخير، أهلا، كيفك لانا اليوم؟ أنا اليوم منيحة أكثر من أي يوم ثاني. يعني بلشنا نخلص وهيك شوي شوي رح يخف التعب. بقيان لرمضان يومين رح نودعه وأنا رح أرتاح وآخذ إجازة طويلة. إن شاء الله. جمال، الأعمال الرمضانية بالنسبة للنجوم الكبار، في عنا عادل إمام، في عنا يسرى، في عنا ليلى علوي طبعاً مع حفظ الألقاب، نور الشريف، الكثير من الفنانين اللي قدموا أعمال لكنها لم تتابع كما يجب. يعني حتى أنا عندي على موقع سكاي نيوز عربية لما عملنا تصويت ولا أي مسلسل من هؤلاء المسلسلات جاب تصويت أكثر أو بتعدى 2%. وأيضاً النجوم الكبار الذين ذكرتهم وغيرهم طبعاً من النجوم اللي قدموا دراما هذا العام، هل انحسرت الأضواء عن النجوم الكبار؟ هلا هي ما انحسرت الأضواء عن النجوم الكبار طبعاً، لكن سوقهم التجاري خف، صار في عملية عرض وتسويق هذه الأعمال لكبار النجوم على محطة أو على اثنين. عادة لما بيكون عمل كبير وضخم وعليه طلب تشتري 4، 5، 6 محطات، 7 محطات، يعني بيصير في طلب، كل واحد بيحجز إنه أنا بدي عرض، أنا بدي عرض، بيتقسم المبلغ على عدة محطات. في بعض المحطات بتقول بدي إياه حصري، بيدفعوا أكتر لكن بياخدوه حصري، فبيضل هيدا الفنان محصور بجمهور هالشاشة. هلا كمان بنفس الوقت نمطية الأدوار اللي عم يعملها بعض النجوم الكبار مثل نور الشريف مثلا ما عم تلفت النظر بشكل كافي لحتى الواحد يضل ناطر من السنة للسنة تيشوفه. يعني لما قدم الحجم تولي أو زهرة والأزواج الخمسة، سبب أساسي، ولا أنا أعيش في جلباب أبي، سبب أساسي من نجاح هيدي الأعمال أنه اشترتها أكثر من محطة. يعني اشتراها بلبنان محطة، وبالخليج 3-4 محطات، بمصر 3-4 محطات، يعني توزع العمل على عدة محطات لأنه كان في إمكانية أنه كيف ما برمتي المحطة تلاقي الحلقة وتحضريها. اليوم نسبة الطلب أقل، فعم يخدم محطة أو اثنين، خصوصا إذا المحطات اليوم عم تدخل بمواضيع سياسية عم تخسر جمهور كبير. احنا عم بعطيكي على مثل على لبنان، في محطات أخذت جمهور مثلا معين بسبب سياسي، ما عاد في إلى جمهور عم يشوف الدراما اللي عم تعرضها. لذلك انت بتلاقي اليوم بلبنان في مسلسلات عم تنعرض
وجمهور بيقول لك ما بعرف وين، ما عم شوفها، ما عم تابعها، ما عم ما وصلت لها او ما انتبهت لها، لانه هو اصلا بيكون من اتجاه سياسي معين ما عم يشوف هالمحطه، وهذا الشيء واضح اليوم صار بشكل كثير مباشر قدام الناس. كمان في شباب عم يستقطبوا الاضاءه اكثر، يعني مثلا مي عز الدين اخذي جمهور غادة عبد الرازق هلا ايام صار له سنتين او ثلاثه بتقدم اللي كريم عم تقدم، يعني صار في لهم جمهور. السنة مثلا استفقدنا بدراما احمد السقا وكريم عبد العزيز مع انه لهم كان جمهور كبير، تامر حسني بادم، يبدو انه غلاء الاسعار كمان عم بيخلي بعض النجوم ينحسروا. بس بتصور بيقول لك يا بياخد انا 3 يعني مليون دولار، يعني ما كان كتير في لهم نجاح السنه الماضيه، يعني هن يمكن لانه طلعوا من السينما الى التلفزيون، بس ما بظن انه هن حققوا الشعبيه يلي حققوها نجوم الدراما التلفزيونيه مثل ما هن بيحققوها قصدي بالعاده. لا حسب معلوماتي انه احمد السقا وكريم عبد العزيز حققوا نسبة مشاهدة كتير منيحة وطلبوا أسعار كتير عالية، لأنه طلبوا أسعار غالية كتير وما بقى في حدا عم يدفع 3 و4 مليون دولار أجرة ممثل. هذا الموضوع كتير لازم يأخذ بعين الاعتبار. الممثلين اليوم مش مين ما كان اليوم قادر يعطيهم 3 و4 مليون. يعني أنا أعطيتك مثل اليوم أياد نصار، منذر ريحني، نيلي كريم، كلهم وصلوا للبطولات، مي عز الدين وصلوا للبطولات لأنه أسعارهم بعدها ضمن المعقول وإلهم جمهور ممكن يأخذهم ويشوفهم. بينما مثلا بمنذر ريحني بالعقرب، الخلاف مع نوال الزغبي إنها تكون بطلي بالمسلسل هو السبب المادي، لأنه طلبت رقم ما دفعه المنتج، والمسلسل يمكن ما حقق النجاح المطلوب. منذر ريحني لوحده ما قدر يشيل بطولة مسلسل كامل، مع أنه بيقولوا أنه العقرب عم بي أنا ما كتير تابعته بصراحة، بس بيقولوا أنه عم بقرأ أنه عم يحقق شوية إعجاب من النقاد بمصر، لكن ما عم يحقق جماهيري كبير. أستاذ جمال، أنه هل كل عمل جماهيري هو ناجح؟ وهل يقيم كما تقيم الأعمال النخبوية؟ لأنه بتصور أنه مسلسل مثل العقرب هيك في له شروط خاصة مختلفة عن شروط الأعمال الأخرى اللي نحن منقيمها، صح؟ نعم، رح أقول لك شغلة. ما يراه النقاد ناجحا وممتازا وجيدا مش بالضرورة يراه الجمهور. رح أعطي مثل العطار وزهرة، هن أعمال سيئة أنا بعتبرهم ما فيهم أي مستوى من مستوى الدراما الراقية، صح التعبير. نجحت لسببين رئيسين. أول شيء عرضوا على عشرات المحطات، 10 أو 12 محطة. يعني أنا بتذكر يوم بالموسم اللي عرض فيه مسلسل زهرة واللي عرض فيه العطار نور الشريف، كنت كيف ما بتقل بمحطة حتلاقيه عم ينعرض ومع إعادة مرتين أو ثلاثة بال24 ساعة. يعني نبيع بسعر رخيص، يعني ب200 أو 300 ألف دولار العرض، بس على 10 محطات عمل 3 مليون دولار، بالوقت يلي إذا أخذته محطتين كل واحدة دفعت مليون فبيكون انتشاره أقل. هيدا الموضوع له تأثير. تاني سبب اللي هو كمان أساسي قصة النميمة، تزوج 7 وتخانق مع مرته الاولى وراد المره الثانيه، او زهره تزوجت 5 رجال، هي فضائحيه دائما. ايه طبعا، هيدي الحاله الشعبيه، التيم الشعبيه اللي هي كوميديه بتضحك بس انه فيها نميمه، قالوا قلنا وتخانقوا الازواج او تخانقوا الزوجات. يعني مهضومة الفكرة انك تشوفي هيك الناس، يعني بالنهاية ما فيك تطلبي من الجمهور كله يكون على مستوى ثقافي عالي. يعني احنا كلنا بنعترف انه يوسف شاهين واحد من اكبر المخرجين بالعالم العربي، لا بل بالعالم كمان، من كبار المخرجين، ومع ذلك افلامه جماهيريا اتأخرت كتير لحتى بلشت تصير شائعة بين الناس وتلاقي نسبة مشاهدة عالية. لنرجع للشباب، اليوم ما بقى في ممثل كبير بيقدر يشيل مسلسل لوحده. حتى عادل إمام عم يستعين كل مرة بمجموعة من الشباب حده، بمجموعة من النجوم حده لحتى يكونوا هني سند. يعني نحن اليوم إذا بنشوف طاولة صفرة عليها طبق رئيسي، طبعا الطبق الرئيسي هو الأساس لذيذ، لكن الميزة اللي حواليه، المشهيات، المقدمات، المقبلات، هي كمان أساسية. نحن بنروح بنقول هالطاولة بتشهي لأنه فيها كتير مقبلات ثانوية حواليها، ولو أنه الطبق الرئيسي هو المهم. بالمسلسل كمان عم نشوف مثلا غادة عبد الرازق، ما فينا ننكر أهمية أحمد زاهر ولا أحمد مالك ولا الممثلين. طب غادة عبد الرازق هي الطبق الرئيسي هون ولا المقبلات؟ بدي أعرف.
لا هي طبقة الرئيسي طبعا هي البطلة لأنه هي الدور الرئيسي، إنما الممثلين اللي حواليها كلهم لعبوا دور بإغناء العمل، أغنوه بالأدوار بالتمثيل بالحوارات الحلوة، يعني عملت الكومبين الحلو. كمان بمسلسل بنت اسمها ذات، ذات باسم سمرة ونيلي كريم منهم أبطال صف أول بعالم الدراما لا بالسينما ولا بالتلفزيون، ومع ذلك تكاملهم مع بعض الممثلين مع قصة حلوة مع كاميرا حلوة مع تصوير مع حوار حلو عمل مسلسل أنا بعتبره واحد من أجمل المسلسلات هالسنة. طب عندي سؤال، سنعود بعد قليل. معلش عندي سؤال تماما. نعم. كنا دريد لحام ما قدر يشيل سنعود بعد قليل لوحده، في نجوم كمان دراما سورية بس احنا بنشوف جمال انه مثلا منى واصف دريد لحام وأسماء أخرى كبيرة بسام كوسا، يعني دائما التركيبة السورية مختلفة تماما عن التركيبة المصرية فيما يتعلق في المسلسلات. نعم. الخاصة نجوم الصف الأول، ما عم بحكي عن مسلسلات. نعم. المرحلة مثل موجة حارة يمكن أو آسيا أو هدول، لأنه هدول فيهم نجوم كبار ولكن كله هيك البطولة بتكون متوازنة ما بين النجوم الشباب والنجوم الكبار، بينما النجوم الكبار في الدراما المصرية في لهم هيك شكل الدراما تبعهم مختلف عما يقدم اليوم من موجة شبابية أو خلينا نقول دراما شبابية إذا صح التعبير. شوفي الدراما السورية بتعتمد على نجوم الفئة بي الصف الثاني بيكونوا كتار بعمل واحد. صح. يعني ما بتجيب بطل فئة آ وعشرة فئة ثلاثة أو أربعة صف ثالث أو رابع، لا بيجيب فئة بي كتير، بتلاقي كلها مجموعة من النجوم الفئة بي. على فكرة يعني مش إنه يعني معناها انتقاص من قيمته الفنية، لكن شهرتهم كبيرة. ابدا ابدا مش انتقاص، نحن عم نصنف كيف ممكن يكون الواحد بالبطل المطلق يعني مثل عادل امام ولا دريد لحام. لا. الفئه ب هن الاهميه الكبرى بشيل العمل. يعني اذا بتذكر في مسلسل كان اسمه سيره ال الجلالي من شي 10 او 12 سنه، كنت تتابعي بتلاقي كل اللي عم بيمثلوا فيه كلهم ابطال الصف الثاني، كلهم نجوم، وبعدين صاروا نجوم صف اول كلهم. صح. لانه عملوا يعني جذب للعين وجذب للأذن وجذب للأحاسيس والمشاعر، وعملوا عمل كبير. والمسلسلات باب الحارة كمان واحد من أسرار نجاحه أنه مجموعة من النجوم اشتركت فيه. المصريين هلأ بجديد صاروا عم ينتبهوا لهيدا الموضوع، من موسم أو باثنين صاروا عم يجيبوا الفئة بكتار حوالين البطل لحتى يسكروا فراغات، لأنه بالأول كان البطل المطلق وحواليه هوامش اللي هني مجموعة تقريبا رح يصيروا شوي كومبارس شوي تاني قد ما هو بطل مطلق. فصاروا بعد ما تذكر أنا بمحمد صبحي مثلا بتطلعي بمسرحه أو بمسلسله ما في ولا حدا من الممثلين كان معروف عند الجمهور بشكل ما نعرف أسمائهم، كلهم حواليه هو الضوء الوحيد. يحيى الفخراني كان يلعب هذا الدور، هلأ لا تغيرت اللغة تغيرت الصيغة، صار عم يفرض نفسه أنه قوة الأبطال أو عددهم كل ما كتروا الأبطال والمشاهير بأسمائهم قدام الجمهور كل ما قوي المسلسل. يعني عم تعملي طبخة حلوة. وهيدا بتذكر يوسف شاهين فتح هيدا الباب بفيلم اسكندرية، ليه؟ لما جاب مجموعة من الأبطال أحمد زكي ونجلاء فتحي وفريد شوقي ومحسن محسن محي الدين كلهم جمعهم حطهم بفيلم، صار الفيلم حتى لما عمله بروموشن للفيلم صار يقول عدي عندك مين، صار يسمي لك أسامي الأبطال انت بتطلع بتقولي أوف تحية كاريوكا وفريد شوقي وأحمد زكي ونجلاء فتحي ويوسف وهبي ومحمود المليجي كلهم بفيلم واحد. نعم. مين ما بده يشوفه للفيلم هيدا؟ صح. معناه هيدي الطبخة الكاملة المتكاملة اللي بتعمل عمل ناجح، واللي هلأ عم يجربوا يلعبوها حتى الأفلام الأمريكية بهوليوود كمان، في بتلاقي طبيعي. أكثر من شيء 13 نجم هوليوود صف من زمان أول بتلعبها حتى يشتغلوا. نعم. لا بس هلأ تحديدا. نعم. بالسينما. طب سؤال أخير باختصار، هل بتشوف اليوم أنه هي أنه النجوم الكبار هن عم بيفتحوا الباب أو عم بيعطوا الفرصة للنجوم الشباب لحتى يكونوا موجودين؟ لأنه في ناس بتقلك أنه لا النجوم الكبار حابين يرتاحوا وهن عم بيعملوا هذا الشكل من الدراما مشان يتركوا الساحة للنجوم الشباب، ولا هي هيك؟ لا لا مش النجوم الكبار اللي حابين يرتاحوا، المنتج حابب يربح يريحهم المنتج حابب يربح حابب يربح لأنه بيعرف إنه بطله بيجيب له جمهور بس مش كل الجمهور، فمضطر يعمل له لوازم. يعني طبقه الرئيسي ما عاد كتير شهي، عم يجيب له ميزة طيبة وخدمة حلوة وعصاير مرتبة وفاكهة حلوة حتى يكمل السفرة ليصير يجذب جمهور يقعد على هالسفرة هيدي. ما بعتقد
الممثل النجم وصل لمرحلة انه يحب يساعد، انما عندهم رؤية او بعد نظر انه ايه منجيب هول الشباب ممثلين مهمين تعال نجمعهم حوالي بقوى فيهم وبقول لهم انه انا عم بعطيكم فرصة. انا بشك انه يكون هو عم يعطيهم فرصة، هو عم يحاول يسند عليهم لانه انعكزات متينة صارت، يعني هو بلش بده مين يعكز عليه، كبر شوي بالعمر عم بحكي مجازيا يعني أكيد. فبدو يعكز على عكازات قوية فبيجيب ممثلين قوية كاركترات. وتذكر عادل إمام بكذا فيلم جاب أحمد مكي وجاب أحمد رزق وجاب كل هالممثلين حطهم حواليه لأنه لقاهم قوية بيشدوا بيقدروا يسند عليهم ويعكز عليهم طبعا. بس بالنهاية نحن اللي عم نستفيد كجمهور، أكيد نحن المستفيدين كجمهور وكمان مستفيدين من وجودك معنا يا جمال فياض. شكرا لك. تسلمي. شكرا. ميرسي لك. شكرا مشاهدينا. إلى فقرة نجم دراما رمضان، ونجمي لهذه الليلة هو النجم السوري قصي خولي. قصي الذي يقدم دورين متقاطعين إلى حد ما في كل من مسلسلي الولادة من الخاسرة وسنعود بعد قليل، حدثنا عن تجربته في المسلسلين وقال أن دور جابر استهلكه كونه صعب جدا، كما أكد أن لعمل الولادة من الخاسرة شخصيتها الخاصة بعيدا عن المخرجين اللذين تناوبا على إخراجه، رشا الشربتجي بجزئيه الأولين وبعض الجزء الثالث وسيف الدين سبيعي. دعونا نتابع هذا الحوار مع قصي. قصي، اليوم نحن موجودين بموقع تصوير الولادة من الخاسرة منبر الموتى، وأنت كمان هذا السنة هي هذا العام في عندك عمل ثاني هو سنعود بعد قليل. احكي لي عن شخصياتك بهذا المسلسل وتطورات شخصية جابر بالولادة من الخاسرة. أول شيء مرحبا، أهلا وسهلا فيكم باللوكيشن. إن شاء الله بتتابعوا الجزء الثالث من الولادة من الخاسرة منبر الموتى. جابر نفس الشخصية مستمرة الأحداث، العمل بعتقد أنه عمل جيد إن شاء الله، وعم يحكي عن الوضع بسوريا بشكل خاص يعني، وبعتقد أنه العمل ينال متابعة أو مشاهدة جيدة خلال فترة رمضان. إن شاء الله نكون عم نقدم مادة مناسبة، لأنه نحن من خلال شغلنا عم نحاول كمان نشرح شو عم بيصير أو شو أسباب أو إلى آخره. فبتمنى أنه يكون مسلسل حلو وينال الإعجاب. الولادة من الخاسرة هو بدت في مدام رشا الشربتجي، وتحياتي لك كمان، بسبب ظروف تركت العمل وكمل الأستاذ سيف الدين سبيعي يعني العمل بتوقيعه عمليا الجزء الثالث، وتوقيع رشا كمان لأنه هي بدت تقريبا صورت شي 20 يوم أو شهر. الكاتب سامر رضوان، نجوم العمل مستمرين. أدي بيستهلكك هذا الدور؟ هلأ الحقيقة أنه هو دور صعب كثير والفعل بيستهلك الممثل. بالجزء الثالث جابر أقوى بكثير، عم يحاول يبعد عن هاي حالة الضعف حتى بتتحول الشخصية بشكل من الأشكال. الشغل مع رشا شربتجي شغل ممتع وجميل، والنص كان حلو كثير، وهي حدا محفز جدا، والمجموعة كان عم نشتغل بحب، لأنه نحن حاسين أنه نحن عم نقدم من خلال شغلنا قضية بتعنينا كلياتنا كسوريين وكعرب. السنة الدور شوي مختلف كمان بإدارة الأستاذ سيف، كمان في توجيهات جديدة إلى علاقة بالشخصية، وبعتقد أنه الشخصية ومجموعة الشخص يعني مجمل العمل مجمل الشخصيات هي فيها تطورات ملحوظة على صعيد البنية الدرامية للشخصية والمادة. اختلف عليك الشغل بالنسبة للعمل ما بين رشا الشربتجي وسيف الدين السبيعي؟ هلا العمل حقيقة هو له شخصيته له كيانه. رشا الشربتجي وسيف السبيعي بيمثلوا جيل الشاب من المخرجين السوريين اللي هن، ومجموعة أخرى من الشباب طبعا مخرجين بقصد، اللي هن بالفعل حولوا وغيروا وطوروا بالدراما السورية، واللي صار لها هوية خاصة واللي كل واحد أضاف بصمته. ما بيختلف ابدا الاهتمام من قبل المخرج بتعاطي مع الممثل، بقصد ما بين رشا وسيف.
ومثل ما رجعت انا قلت انه الهويه العمل صار له هويته وصار له شخصيته الواضحه، فالشغل عم بيصير على على هذا الشيء اللي هو فينا نسميه الاساس تبع العمل. اكيد بيختلفوا عن بعض، بس اكيد انه اثنين مميزين، واكيد انه انا اثنين كون سعيد كممثل وقت بوقف قدام الكاميرا. والله العظيم اقسم بالله العظيم بحياتي ما حلفت على زحدة، بس اقسم بالله ليش لك راسك زي بطلع بيدي اكل. انت معي انه الولاده من الخاطره هو أكيد. اصلا هو اصلا عمل نجم ومعد ليكون عمل نجم، يعني كنص بداية، لأنه نحن بنؤمن يمكن أنه أي عمل ناجح هو في البداية نص جيد. طبعا تحياتي لسامر رضوان كمان، لأنه سامر من الشباب السوريين كمان اللي عملوا إضافات واضحة جدا على صعيد النص والحتوتة السورية، واللي هو كان قريب جدا من الشارع ومن نبض الشارع، واللي كلمته وجملته ومشهده بيحمل فعلا شيء جديد. أكيد أنه النص أساس، وأكيد أنه سامر رضوان عامل نص جميل جدا، وهو فرصة لأي حدا انه يكون فيه. هلا الحقيقة انه هذا التعاون وهذا الإصرار على انه هذا العمل حيطلع منه شيء، بداية من الشركة المنتجة اللي هي قدمت كتير لهذا العمل، واللي هي نحن فعلا تعودنا عليه الشركة اللي هي شركة كلاكت، بأنه بالفعل هي عم تنهج شيء جديد على صعيد الإنتاج اللي هو عم بيوفر شغلات مهمة للممثل. ما بعتقد حيصير في جزء رابع، بس انه بتحس يعني انه بحاجه لا ولا خلص تنقفل الدائره اليوم؟ بعتقد انه لا صار لازم تنقفل. انا كان مع انه هي تنقفل من الجزء الاول، الجزء الثاني والجزء الثالث. الاجزاء انا بشكل عام مفضله، انا بفضل الاجزاء وقتها بتكون اوريدي مكتوبه كاجزاء، يعني مكتوب 5 اجزاء وبينعمل، اما ما تعتمد القصه على نجاح جزء او فشل جزء فبلغي اذا كان في اجزاء، لانه هي حتوتة. هلا قد يكون هذا الحكي ما له دقيق جدا، لانه كمان بيقول لك انه اذا انت عم تحكي عن واقع حاليا فانه واقع عم نعيشه، يعني فانه اوكي لا الاحداث ممكن تتطور بطريقه ما، فنحن ممكن نكتب لها، فنحن ممكن نعمل جزء ثاني بتعرف الاخر. هي الحقيقه فهم، يعني هي فهم مختلف للماده كيف ممكن يكون، وفي شيء له علاقه طبعا برغبه الجمهور المحطات، في شيء له علاقه بانه نجاح العمل او عدم نجاحه. ما في سقف محدد خواجه، يعني زبايننا مستعدين يشتروا اي شيء، اي سلاح، من يلي بيسقط العصفور للي بيسقط الطياره، ونحن كل ما رفعنا السقف كل ما هن استفادوا احنا استفدنا. العمل الثاني هو عمل اسمه سنعود بعد قليل، نص لرافي وهبي اخراج ليس حجه، وكلاكيت كمان العمل الجميل، وعمل بيحكي عن حتوته سوريه لبنانيه، هي عائله الام بتكون لبنانيه والاب سوري، أول الولاد عايشين ما بين سوريا ولبنان نتيجة الأحداث بصير في الأحداث بسوريا صدفة، بصير في سفر منهم خارج سوريا، والأحداث هي حول هي العائلة ومشاكلها وهمومها، واللي هي عمليا بشكل من الأشكال بتعني سوريا. يعني أهلا يا كريستين، الحقيقة أنا من شوي فتت على الغرفة لسه ما فتحتها. يعني بشوم عليك، بس مين فكرنا حتى تترك لي $300؟ الله يسامحك، هذا أنت اللي أخذتيهم؟ أنا عم أقول مين أخذ المصاري؟ أنت هلأ تقريباً عم تقدم عملين بيتقاطعوا كتير بالأفكار، يعني سواء كان سنعود بعد قليل أو حتى الولادة من الخاسرة، بس يمكن بأماكن مختلفة وسياق آخر كل واحد. بتحس أنه اليوم هل فعلاً الصورة كتير واضحة لتقديم هذا النوع من الدراما؟ يعني تقريبا احنا عم نقدم دراما واقع. هلا بعمرها ما كانت الدراما هي علاج للواقع، هذا اللازم. انا برايي انه الدراما هي بتسلط اوجاع، بتخلي الناس تشوف المسؤول، يشوف المعني، يشوف المشكله. انا برايي انه الدراما ما لازم تقدم حل، لانه نحن بالنهايه ممكن نعبر عن راي نسبه من المجتمع تتفق معنا،
بس في نسبة أخرى ما بتتفق معنا بالحل اللي بدنا نقدمه، في نسبة كمان تانية إنه يمكن ما تشوف إنه الدراما قادرة على إنه إيجاد حلول أو إلى آخره. بس أنا برأيي إنه يعني يعني مهمة الدراما ومهمتنا نحن كممثلين إن والمخرج إن هاي العملية الفنية كلياتها هي مهمتها إنه تسلط الضوء على مشاكل، أوجاع، هموم، محاسن، نتائج إلى آخره من خلال الدراما، وأحيانا بيكون غرضها ترفيهي، سياحي، كوميدي إلى آخره. يعني نحن وسيلة لنخلي الناس تتابع شو عم يصير حوالينا. عالي حبيبي أبي أنت نط وأنا بستلقيك. يلا تحياتي للجميع وشكرا لمتابعتكم وأحلى سكاي نيوز وكمان أحلى لانا. ميرسي. سمعتوا سؤالكم أحلى لانا. أوكي أوكي، هلأ رح نضحك مع آخر مشهد اليوم مع طارق الحربي وحسن البلام بواي فاي. أول شيء حروح على المغرب مع البلام، بعدين رح نشوف برنامج مسابقات اسمه الضحك على المشاهدين، وأخيرها رح نستمع مع أسعد الزهراني يلي غنى أغنية الأماكن ولكن على الطريقة الفلسطينية. خلينا نضحك مع بعض. عند لك الهضرة ديال والو، كنقول لك كداير، كنقول لك لاباس عليك، كنقول لصحابي كنسلم عليك خويا. اي داري انك تسلم علي، بس ابن حلال وين تبي تروح لنا ساعة؟ كان وين تديروا الأكل؟ نبغى الطاجين، نبغى الكسكس، نبغى الحريرة، بدي كومخوا. واش كومخوا ذا؟ صففا. اخويا أبيك تنتبه معاي ورايح أوضح لك يعني، ومثل بسيط ويعني ان شاء الله انك تجيبه على طول ان شاء الله. يقول يا اخي هذا سؤال صعب يا اخي، شوفونا وعدين انا ما افهم يعني طفايه هي شيء فيها طفايات شيء. الجواب واضح يا استاذ، الجواب يا واضح، ركز مع الفنان، ركز مع الفنان تعرف الجواب. طيب طيب يا اخي ساعدونا ساعدونا الله يرحم والديكم. طياره اجل قلابي يمشي. الجواب سهل يا عزيزي، احنا شوف احنا ممكن نخلي الفنان يعطيك لان الوقت نضيق في البرنامج وانت عارف نخاف يفصل معنا الاتصال يعني مشاكل تقنيه. تفضل يا استاذ. استاذي المثل غبر يا ثور على قرنك. عاش الزلام عاش الزلام. كل اشي في الدار بذكرني باشي، حتى صوت خزانتك فيها إشي. لو بتغيب الدنيا عمرك أولا ما بتغيبش. شوف حالي من هذا الإشي، المطارح ولكن المطارح المطارح كلها مشتاكة لإلك، مشتاكة لإلك. كل إشي في الدار بذكرني بإشي، حتى صوت خزانتك فيها إشي. مساعدين أقولوا ليوسف كيف وهيني. مشاهدينا ما تنسوا تتواصلوا معنا ببرنامج صباح الفن على عبر موقعنا على الانترنت www.skynewsarabia.com/web/drama لتشاركوا باستطلاع هذا الاسبوع. كل شيء لازم تعملوه ان تختاروا نجمتكم المفضله من خلال الاسماء المدونه على الشاشه. كانت هي فقرتي اليوم الفنيه بدراما رمضان كواليس النجوم، انتظروا مني بكره كل شيء جديد.